في تطور مهم حصل في قضية مطرب المهرجانات، المطرب الشعبي اللي اسمه عصام صاصة. يعني في ناس بيحبوا يقولوا انتوا ليه بتتكلموا في المواضيع دي، او ليه بتتطرقوا للمواضيع دي. الحقيقة ان احنا مش احنا اللي بنختار المواضيع اللي بتفرض نفسها، احنا دورنا ان احنا ننقل لحضراتكم اللي بيحصل على مختلف الاصعدة، يعني سواء في السياسة او في الاقتصاد او في الفن او في الرياضة، ده دورنا. وشئنا ولا أبينا عصام صاصة، رغم اعتراض الكثيرين على فكرة المهرجانات والغنى بهذا الشكل يعني، لكن في النهاية هو واحد من أهم الفنانين، بلاش الفنانين، أهم المؤديين اللي في أرقامه عاملة أرقام خرافية خرافية على مستوى المشاهدات على السوشيال ميديا للأغنيات اللي هو بينزلها. إيه القضية بتاعت عصام صاصة؟ القضية إن هو خبط مواطن على الطريق الدائري الأسبوع اللي فات، والمواطن مات بسبب هذه الحادثة، وطبعا بطريق الخطأ، وعصام صاصة اتقبض عليه ساعتها، والنيابة أفرجت عنه بس بعد ما حولته للطب الشرعي علشان يتعمل له تحليل مخدرات للتأكد من إذا كان بيقود السيارة وقتها وهو تحت تأثير المخدر ولا لا. بيقود السيارة وهو تحت تأثير المخدر ولا لا. وخلاص واخلي سبيل عصام صاصة، واعتقد معلوماتي كمان دلوقتي ان هو مسافر بيعمل في الامارات جولة كده لمجموعة من الحفلات في الامارات. ايه بقى التطور الجديد اللي ممكن يقلب القضية دي رأسا على عقب؟ لان القتل الخطأ معروف، قتل الخطأ معروف. التطور ان النهاردة تقرير الطب الشرعي طلع، وتقرير الطب الشرعي قال انه المسحة او العينة اللي اتخذت منه اثناء قيادته للسيارة كانت ايجابية المخدرات. ايجابية يعني ايه؟ يعني التقرير بيقول انه كان في مخدر في جسمه وقت ما كان بيقود السيارة ووقت ما عمل الحادثة. وادي الخبر اهو منشور على موقع جريدة الوطن، النيابة تأمر بضبط وإحضار عصام صاصة في واقعة قتل شاب بحادث تصادم بالجيزة بعد إيجابية العينة اللي ظهرت في تقرير الطب الشرعي اللي عمل تحليل لعينة من دم عصام صاصة بعد الحادثة مباشرة. زي ما أنا بقول لكم برضو، أنا بتكلم كله بالشكل الخبري. التطور اللي حصل النهاردة ده يعمل إيه في القضية؟ بقول لكم يقلبها رأسا على عقب من مجرد قتل خطأ إلى ان انا بسوق تحت تأثير مخدر ادى الى مقتل شخص. هنا القصة هتمشي في سكة مختلفة تماما. هيحصل ايه؟ الله اعلم. دلوقتي طلع له امر ضبط واحضار، ثم بقى في اروقة النيابة تأخذ العدالة والقانون مجراها. وانا قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات وانا بقول لكم الخبر وبناقش القضية، قلت لكم انه في مصر الحمد لله ليس هناك شخص فوق القانون، لا مطرب ولا فنان ولا نجم ولا سياسي ولا كذا. القانون قانون والكل سواسية أمامه، لأن أرواح الناس كمان سواسية وكلنا كأسنان المشط. طيب خلص كده الجزء الخبري، خلص الجزء الخبري من الكلام. بعيدا بقى عن الجزء الخبري، الدردشة اللي أنا بدردشها معاكم اللي ملهاش علاقة كمان بهذه الواقعة، كلامي دلوقتي مجرد وفي العموم. كلامي ايه؟ مجرد وفي العموم. هو في علاقة ما بين المخدرات وما بين المهرجانات؟ انا بسأل، هل هناك علاقة ما بين المخدرات وما بين المهرجانات؟ مش بالسكة او الزاوية بس اللي انتوا متخيلين ان انا اقصدها، انه هل اللي بيأدوا المهرجانات بيشربوا مخدرات؟ لا مش ده قصدي. انا قصدي انه ما بين المهرجانات والمخدرات هل في عنصر مشترك؟ هل الاتنين بيذهبوا العقل؟ الله اعلم.